من ظلام العشوائيات إلى نور التنظيم، يأتي المرسوم 66 لعام 2012 كخطوة هامة تهدف إلى الانتهاء من السكن العشوائي غير الصحي وغير اللائق بحياة المواطن لواقع أكثر تنظيماً تتوفر فيه المرافق والشوارع العريضة والحدائق والمولات الترفيهية. فهذا المرسوم الذي كان ثمرة جهد وتعاون بين الكوادر الهندسية والفنية الوطنية وصولا إلى كفاءة عالية في التعامل مع الهندسة المعمارية، جاء بداية كخطوة لتطبيقه على منطقتين تنظيميتين في كل من مناطق المخالفات في بساتين الرازي بالمزة على مساحة 233 هكتارا، والثانية مناطق المخالفات في الليوان بكفر سوسة وجزء من بساتين دارية والدحديل ونهر عيشة والقدم والعسالي على مساحة 857 هكتارا، على أمل الانتقال لاحقا لتطبيقه على باقي مناطق السكن العشوائي البالغ عددها بدمشق 9 مناطق وبقية المحافظات. كما تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات لإصدار القرارات الميسرة وإيجاد الحلول لأية عراقيل تواجه التطبيق دون الحاجة لإصدار مراسيم جديدة. ولذلك يرى البعض أن المرسوم يمتلك المرونة بالتطبيق، لكن المواطن الذي أغرق بالوعود منذ سنوات يتساءل اليوم عن آليات التطبيق، وهل سيكون المرسوم كغيره من المراسيم التي توضع في أدراج الروتين والتطبيق، وما هي الضمانات لشاغلي الأبنية المخالفة وغيرها من التساؤلات. ستكون محور حديثنا في حلقة صوت وصدى لهذا الأسبوع مع ضيفي المهندس الأستاذ جمال يوسف، مدير تنفيذ مشروع تنفيذ المناطق التنظيمية الجديدة بدمشق. أهلا ومرحبا بك أستاذ جمال. اسمح لي أيضا أن نرحب بالسادة المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من صوت وصدى. وأعتقد أستاذ جمال أن هذه الحلقة تهم الكثير من المواطنين الذين يقطنون أو لديهم بيوت في الأماكن والسكن العشوائي في محافظة دمشق تحديدا وفي بعض المحافظات السورية بشكل عام. وعلى اعتبار أنه اليوم سنتحدث عن محافظة دمشق تحديدا، أبدأ مباشرة بسؤالي لحضرتك عن القانون 66 لعام 2012، يعني ياريت تعطينا لمحة سريعة حول هذا القانون. بداية سيدتي أود أن أوضح مجموعة نقاط. أولا يعني ما في شك بالنسبة أن المرسوم التشريع رقم 66 هو عطاء كبير يحقق العدالة لكل المواطنين، لكن قبل ما نحكي عن رسم السنوات نحكي عن واقع التنظيمي، واقع مناطق مخالفات دمشق بشكل عام. دمشق منذ عدة سنوات كان أصبح هناك توجه لإعداد مصورات تنظيمية جديدة، لمصور تنظيمي عام جديد لدمشق يعالج الرؤية المستقبلية لدمشق، كيف نريدها أن تكون، كيف سنتخلص من مشاكل العشوائيات والمخالفات، كيف سنحل هذه المشكلة التي تراكمت عليها على مدار عشرات السنين. لا طبعا عدة تصورات ودراسات انجزت من دراسات المناطق التي اعلنت حاليا، هي منجزه من عام 2008 2009 انجزت دراسات، لكن لم نكن قادرين على اعلانها وتصديقها والمباشره بتنفيذها في ظل القوانين السابقه، لانه يوجد اشكاليه كبيره في ظل قانون 9 وقانون 26 القوانين كانت نافذه سابقا. كان لابد من بحث عن اليه قانونيه، عن قانون جديد يعطينا الرؤية التي نستطيع من خلالها تنفيذ هذا التنظيم. نعم. ما يحقق حل مشكلة العشوائيات، ما يحقق العدالة للمواطن، ما ضع آلية للتنفيذ. فكان صدور هذا المرسوم التشريعي والخاص بدمشق هو إنجاز كبير يسجل وعطاء كبير يسجل لدمشق ولأهالي دمشق ولساكني مناطق المخالفات، وهو بداية لمعالجة كافة مناطق المخالفة دمشق، وهي مناطق كبيرة وأصبحت عبارة عن طوق خانق حول دمشق. نعم. أيضا يعني أثرت الظروف الراهنة، تعلم ما يحدث اليوم في سوريا يعني خطير وكبير جدا. هل الظروف الراهنة أثرت عمليا على البرنامج التنفيذي لتنفيذ هذا المشروع أو لتنفيذ هذا المرسوم؟ يعني ما هي أثار السلبية أيضا على هذا المرسوم، خصوصا أنه صدر المرسوم ولم يبدأ التنفيذ بأي شيء؟ أريد أن أوضح نقاط مهمة. أولا الدراسات وعدت قبل ان يكون اي احداث في البلاد، كان الوضع جيد وسليم، وعندما صدر مرسوم التشريع لم يكن هناك اي معوقات على ارض الواقع، باشرنا بالعمل فورا من خلال تفريغ لجان متكامله، اصلا اعطانا المرسوم 66 التشريع،
سابقا هذه اللجان التي تقوم بتسجيل حقوق المواطنين، تسجيل دعاءات الملكيه، لم تكن لجان متفرغه، هي لجان قضائيه وليست لجان عاملين في المحافظه او في الجهه الاداريه. كانت القضاه عملهم الاساسي في القضاء ياتوا الى المحافظه من خلال ما يزيد معهم الوقت، حاليا اصبحوا لجان متفرغه ولجان باشرت في اليوم التالي لصدور المرسوم، لجان المحافظه، العمل الاداري، العمل على ارض الواقع، في اليوم التالي لصدور المرسوم تم احداث ورشات عمل متكامله لانجاز اعمال المرسوم التشريعي. حيث تم مباشرة تكليف جهات معينة لدراسة البنى التحتية، الدراسة التنفيذية للبنى التحتية. عندنا بنى تحتية، عندنا أبليغ منذرين بالهدم. نعم. تم المباشرة فيها، واللجان حاليا تعمل، واللجان على الأرض الواقع حاليا تذهب يوميا على الأرض الواقع لجرد كافة مخالفات موجودة وتصويرها وتوثيقها ضمانا لحقوق كافة المواطنين في هذه المنطقة. يعني على الرغم من انه يعني بعض المناطق التي دخلت ضمن التنظيم والفعل الحالي الان يعني هي مناطق ساخنه الى حد ما. يعني انا بالنسبه لنا منطقتنا اللي عم نشتغل فيها حاليا هي منطقه بساتين رازي او منطقه جنوب شرق المزي حسب ما تسميتها بالمرسوم التشريعي، منطقه امنه ولا اي اشكاليه. طيب هو متصل فيها الليوان وداريه و يعني نحن بدانا من منطقه وانتقلنا منطقه اخرى. منطقة اين وصلت اليوم يعني هذه اللجان في يعني حل الخلافات حول الملكيه والحقوق؟ لا 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 حنحكي بشويه اللجان اللي شكلت. اول شغله يعني نحن بالنسبه لنا الشهر الاول اعلنا لكافه المواطنين اللي لهم حقوق في هذه المنطقه لمراجعتنا في مقر المحدث لاداره المنطقه التنظيميه في المزه. خلال شهر راجعنا عدد تجاوز 100,000 مواطن سجلوا طلباتهم، في ناس كثير شارين اراضي او عقارات غير مثبته حقوقهم لدى الدوائر العقاريه من خلال عقود خارجيه، من خلال عقود كاتب العدل. من خلال الاعلام بوسائل الاعلام تم استقبال مواطن لمده 30 يوم حسب نص المرسوم التشريعي، وراجعنا اكثر من 100,000 مواطن وسجلوا بحدود 30,000 دعوه لتثبيت الملكيه. هذه اللجان فورا شكلت وهي عم تنظر بالدعاوي. كل مواطن الادعاء بالملكيه يجب تثبيت حقه، ليس القيد العقاريه عليها بيوعات كثيره غير مسجله وغير مثبته لدى القيد العقاريه. خلال لجان خلافات، لجان قضائيه بدات تعمل وتثبت هذه الحقوق. وحاليا تم انجاز في المنطقه الاولى بالنسبه للاختلافات على الاراضي اكثر من 70% من الدعاوي تم البت فيها وتم تسجيل. طب بالنسبه ايضا للجان الكشف والحصر اين يعني وصلت وهل من عقبات واجهتكم ضمن هذا الاطار؟ حقيقه لجان الكشف والحصر من اهم اللجان اللي هي بتطلع ارض الواقع، هي لها دور كثير كثير مهم ودور مفصلي في عملنا. ممكن ايضا تشرح لنا يعني شو هي ما معنى لجان الكشف والحصر ايضا شو المشاهد؟ رح اوضح لك سيدي. لجان الحصر والكشف كما اسفنا وارده بالمرسوم، لجان تطلع على ارض الواقع، ما بتكتفي بانه شخص يجي يقول انا لي بيت او لي مجموعه بيوت او لي عقار او مجموعه عقارات، تطلع على ارض الواقع تسجل وتصور وتوثق كل ما ترى من شجره، من بيت، حتى وصف البيت من الداخل، شو مواصفاته وعدد غرفه، هي كلها حقوق لازم تسجلها المواطن، نعطيه حقه اننا ناخذ كل شيء بالتفصيل الكامل. ليس البيت اللي مساحته 60 متر مثل البيت مساحته 200 متر، يعني حتى البيت حسب نوعية كسبة لجنة التقدير بدأت نعطي سعر حقيقي لهذا البيت. نعم. هاي اللجان مهمتها تطلع توصيف على أرض الواقع. بداية لما طلعت لجان، أولا اللجان العاملة في هذا المجال بداية طلعت ما كانوا أخذين على جو العمل بالشكل اللي متوقعينه، لكن حاليا نشوف نحن اهتمام المواطن لأنه استقباله لهذه اللجان اختلف كثير عن بداية العمل. كان المواطن متحسس شو جاي لجنه من المحافظه بدها تستملك، بدها تهدم، بدها تفتح شارع، بيخافوا من هالموضوع هذا. اليوم هن عم بيجوا لعنا بيقولوا امتى دورنا تطلعوا لعنا؟ هاي قضيه كثير مرحله متقدمه وعدد الثقه بيننا وبين يعني. المواطن هذا موضوع كثير كثير مهم. احنا كنا من خلال مرسوم نسعى نوصل له، ونحن الحقيقه على ارض الواقع وصلنا له بنسبه كثير مقبوله، نسبه كثير عاليه، وهذا الشيء كثير ايجابي بالمرسوم التشريعي. صار عنده قناعة المواطن انه هذا المرسوم التشريعي صدر ليحقق له مصالحه ليعطيه العدالة المطلوبة. شو اللي بيخليه برأيك يعني انه يكون في هي الثقة بين المواطن والمحافظة بانه قاعد ينتظر دوره، متى ستأتي يعني هذه اللجان من اجل الكشف والحصر لأملاك؟ من خلال مشاهدته، من خلال احتكاكه مع الموظفين العاملين، حقيقة شاف الآلية التعامل، شاف انه كيف بيدخلوا على بيته بالتفصيل ليش انت عم توصف لي البيت او الحمام شو مواصفه، في سيراميك او ما في سيراميك، يعني عم نقول له بدنا نوصف لك بيتك حتى يعني يتقدر بقيمه حقيقيه فعلا وليس بقيمه وهميه او تقديريه يعني. نعم. وبرضه يعني في شغله كثير مهمه المواطن صار يستوعبها انه ما ليس هو الموظف هو رئيس لجنه التقدير ولا هو المعني بالتقدير، لجان التقدير لجان قضائيه يوجد فيها ممثلين للاهالي.
نعم. مشكلة من قاضي رئيس لجنة، خبراء من وزارة الإسكان، اثنين خبراء، اثنين من الأهالي، مسؤول الأهالي، وبالتالي هن مهمتهم يدافعوا عن حقوق الأهالي. صار خطأ أو صار موطن معين هذا المواطن ظلم، ففي ممثل له يدافع عنه. نعم. طبعا احنا التوجه برجع لك الوصف الدقيق، التوثيق الدقيق بالمساحة والمواصفة، رح نحط وفق معايير وفق برنامج حاسوبي لتسعر هذه العمليات بحيث ما يكون دور للعامل الشخصي فيها نهائيا. طب عن التسعير، واو المواطن مثلا ربما يكون لديه اكثر من عقار في المخالفات. نعم. ما بعرف اذا بيتسمى عقار على اعتبار انه مخالف يعني للقوانين. اذا عنده اكثر من عقار، هل يحق له ايضا ان توثق هذه العقارات الاخرى وان ياخذ حقوقه فيها مثلها مثل العقار الواحد الذي يملكه اي شخص، ام ان تعددت العقارات في الاماكن المخالفه لا يحق للشخص ان يملك لاحقا اكثر من عقار واحد؟ العقار هو عباره عن قطعه ارض، ربما عليها مشيدات، ربما عليها اشجار، ربما عليها اشغالات اخرى، هذا هو العقار. مهما كان حجم الإشغالات، نحن مهمتنا حالياً نوصف كل الإشغالات، حتى الشجر بالعد وتقدير العمر، في مهندسين زراعيين حتى يعطوا الشجرة شو مواصفاتها، شو هذه كانت تنزال ما تأخذ قيمتها كاملة بحسب عمره وحسب وضعه. فالعقار يوصف بكل ما فيه بالكامل، حتى إذا في بير محفور لازم يتوصف، حتى إذا في يعني أنا كمواطن عندي هذا العقار. نعم. أنا رح تعطيني لاحقاً عقار بقيمته تماما وما حد دفعني انا اضافه الى هذا الامر؟ نحن ما لها ندفع مصاري او قيم لهذه العقارات. تقييم هذه العقارات لنعرف كل مواطن شو حصله في هذه المنطقه التنظيميه، لانه هذه التنظيم نتج عنه كتل ابنيه او مقاسم ابنيه نسميها نحن. نعم. انتقلت ملكيته من هذه الارض الى ملكيه في هذه المقاسم. فلما انا بقدر هون كل مواطن شو حصه، بعرف شو حصه بدها تنعكس بالمقاسم بنفس النسبه. وليس غاية تقدير نحن أنه نقول بدنا نعطيه مصاري أو نصرف له بدل تقدير، ما في صرف مصاري. نعم. فقط تقدير، نعرف كل مواطن شو حصه بالنسبة للمشاركة أو في هذا العقار أو لجيرانه. فمجرد ما يأخذ تقدير أسس واحدة للجميع بحقق عدالة للجميع، وبالتالي كل مواطن بده يأخذ حقوق قولا واحدا فيما يخص العقار كأسهم في المنطقة التنظيمية. هنا يجب أن نميز بين أنه في إشغال أو ما في إشغال. نحن بالنسبة لنا موضوع المشغلين الوحدات السكنية، في منهم مالك وفي منهم مؤجر، في السكن البديل هو للناس الشاغلين الوحدات السكنيه، لانه ما عاد في مثل ما كان سابقا يعني نخلي العالم واما مستحق او غير مستحق، ما عاد في هذه النظره. يوم حتى هذول نظر لهم المشرع بالمرسوم 66 بعداله مطلقه، كله ياخذ حقه، ما حدا حيطلع برا. بعدين من نفس المنطقه اللي احنا بدي لهم سكن، وليس راح يروحوا لاطراف المدينه او للضواحي يعني. ولكن سؤال يطرح نفسه قبل أن نكمل يعني ضمن هذا الإطار، هو خارج هذا الإطار. اليوم أصبح المواطن ليس لديه ثقة بطريقة تعامل الدولة معه، يعني على اعتبار أنه الفساد مستشري، وسوريا من الدول يعني التي يوجد فيها فساد بنسبة كبيرة. أيضا انطلاقا من هنا، كيف يضمن حقوق الناس بشكل دقيق؟ يعني هل هذه اللجان هي لجان عليها رقابة أيضا؟ طبعا هذه اللجان لجان متابعه ومراقبه، تطلع تاخذ عينات بتشوف اي اخطاء ترجع بصححها وتحاسب من يخطئ. اذا ليس القرار الوحيد فقط لهذه اللجان، لا ليس القرار نهائي، هناك لجان متابعه، لجان مراقبه، لجان توثيق. اليوم انا اي واحد بيخطئ ما بتفي برسم ولا بقيس، ولا اذا صار خطا في عندي صور، في يعني كل شيء مجال للتوثيق بشكل علمي وبشكل منطقي ممنهج تبعنا. وصف كما نرى، قياس ورسم كما هو على ارض الواقع، تصوير حتى اذا احد اللجان قالوا هالبيت مثلا مواصفاته متدنيه، لا الصور هي ما تثبت للقاضي لما بده يثبت السعر او بده يرفع السعر او بده يقلل السعر. نعم. فعمليه التوثيق كامله. اي مواطن يوم بيعترض نرجع عندنا كله، دخلنا على برنامج حاسوبي كله موثق رقميا وورقيا، لن يكون هناك مجال ان شاء الله للتلاعب. نعم. بالنسبه للجان القضاة يعني الذين يشرفون على هذه اللجان والذين سيبطون بالامر، هم قضاة يعني مختصين يعني ايضا منعزلين ليس لهم علاقه بالمحافظه، ام ايضا هم قضاة معينون ضمن المرسوم الذي وضع لهذه المرحله؟ اولا القضاء هو القضاء، عندنا قضاء مستقل، قضاء مستقل، ليس ما في عندنا قاضي موظف في المحافظه او يعمل لدى المحافظه. عندما صدر المرسوم التشريعي حدد انه هذه اللجان يجب ان تكون لجان متفرغه. مباشرة تم التنسيق مع وزارة العدل واستجابة سريعة من السيد وزير العدل. نعم. اعطانا اسماء القضاة اللي لهم تجارب سابقة في مجال العقارات او مجال التقييم العقاري او في مجال المخلفات، بعثنا قائمة الاسماء وفرغنا لهم تفريغ كامل للعمل. سابقا لم يكن هناك اي لجنة متفرغة.
يعمل في القضاء بينهي عمله بزيد وقت بيجي عندنا على المحافظه ليستكمل. اليوم هذه اللجان متفرقه مداومه على مدار الساعه، عندنا دوام كامل وفي انجاز كبير بالنسبه لعملهم. طبعا قلت لك يعني اهم شغله موضوع الثقه من خلال التعاطي المباشر مع المواطن، عامل الثقه تحسن بوضع كثير عما كان عليه سابقا، ومن خلال مراجعتهم حتى للقضاء وطريقه استقبالهم ودخولهم على قاعات محترمه ونظيفه واستقبال جيد، عاد الثقه حتى مع هذه اللجان القضائيه. يعني ايضا يعني سؤال، على اعتبار انه هذا المرسوم يعني يحافظ على اظهار هذا التوجه وعدم الحاق الغبن كما قلت لحضرتك باصحاب الحقوق في المنطقتين التنظيميتين اللتين تعملون الان عليهما، من حيث تخمين العقارات بالسعر المناسب والرائج يعني في هذا الزمن الذي نعيشه، خصوصا بعد اليوم ارتفاع يعني بعض المواد كمادة الإسمنت التي مؤخرا ارتفعت يعني بما يعادل الطن 4500 تقريبا، ما هو التعويض العادل والضامن للمواطن الذي رب يعني ان اراد تعويض او ليس تعويض، يعني كيف تتعاملون ايضا؟ لا يوجد شيء اسمه ارتفاع تعويض، كما قلت هو تنظيم، هو الاراضي للناس املاك خاصه وتنظم وتعاد لهم عباره عن مقاسم بناء، لن يكون هناك دفع قيم ماليه للناس، فقط سيأخذوا اسهم، وشاغل الوحده السكنيه سيأخذ سكن بديل في ضمن نفس المنطقه، ولاول مره في اي منطقة تنظيمية سابقة ما كان نقدر نأمن نفس المنطقة، تشريع جديد سمح لنا ناخذ مقاسم نبني فيها المنزلين بالهدم في نفس المنطقة. نعم. فحاليا احنا هاي أولوية بالنسبة لموضوع المنزلين بالهدم، بحيث انه نقدر ننفذهم المقاسم ما نبدأ بإخلاء العالم، تكون مقاسم جاهزة بأسرع وقت ممكن، حتى ما تتحمل المحافظة والإدارة نفقات إضافية من خلال دفع بدائل الإيجار. بالمناسبة بدائل الإيجار أول مرة تشريع أوجد، يوم أنا مضطر بدي طلع واحد قبل شهرين ثلاثة منزل منزله بعطيه تعويض بدل إيجار ليأمن حاله هالشهرين ثلاثة. يعني هون أنا كنت بدي أسأل حضرتك. نعم. يعني نعلم بأنه هناك يعني ضمن الأبنية المخالفة والعشوائية ناس شاغلين لهذه الأبنية سكنا أو إيجارا، البدائل المتاحة لهؤلاء ما هي؟ يعني اليوم من يتابعنا وهو مستأجر لهذا المبنى لهذا البناء أو المكان السكني، ما هي التعويضات لهؤلاء وأنتم يعني تعيدون بدفع بدل إيجار لمدة سنتين للشاغلين، وكيف ستحصون أعداد الشاغلين ولكم أيضا تجارب سابقة عمليا كان في المنزل الواحد يعني يظهر 4 إلى 5 مالكين في كل غرفة مالك أو مستأجر، يعني كيف ستعالجون مثل هكذا قضية؟ أولا موضوع جرد هذه الوحدات، هذه اللجان التي تمارس عمل حي أرض الواقع تقوم بجرد هذه الوحدات وتسجيلها، ومن يوجد فيها وأي شاغر وأي مشغول ومن هو الشاغل، وهل هو مستأجر، هل هو عقد سياحي، هل هو عقد دائم، ما هو نوعية الإشغال الموجودة، هو وضع يد، هل يعني كله يسجل. لاحقا احنا توجه المرسوم التشريعي توجه المنطقه التنظيميه، راح نستوعب كل الناس الموجودين في هذه المنطقه دون ان نترك حدا يطلع خارج هذه المنطقه، حتى وهذه واسس التخصيص بناء على الوحدات السكنيه، بس انتهي عمل الجرد تطلع عليهم وزاره الاسكان والمرافق لتحديد اسس عمليه تخصيص المساكن، هذا تاتي مرحله لاحقه بعد انتهاء عمل الجرد والوسط. يعني خصوصا اذا ما اخذنا بعين الاعتبار انه معظم السكان الذين يقطنون في المناطق العشوائيه غالبيتهم العظمى تكون يعني من الطبقة الفقيرة إلى حد ما، غير قادرة على إيجاد بديل سريع لنفسها ريثما يتم بناء المشروع المخصص لها، يعني هذه الأمور إن أخذت بعين الاعتبار ألن يكون هناك مشاكل في مناطق أخرى، يعني ستكتظ بالسكان، سترتفع الإيجارات ربما، يعني هل هناك حلول سريعة المحافظة على نوعية الإيجارات في مناطق أخرى؟ كيف ستعملون على هذا الأمر بالتعاون مع من؟ سيدتي مجرد صدور المرسوم التشريعي كان الأولوية لموضوع الأبنية المنزلين بالهدم، وبالمناسبة هو الجزء الأكبر من عبء الاقتصادي على المشروع هو لتنفيذ أبنية المنزلين بالهدم، يعني نحن تقديراتنا بداية كما حدث في الشيخ سعد مثلا، منطقة الشيخ سعد هي منطقة تنظيم قديم وكل أخلوا للناس وبالقانون القديم ما في شيء تعويض مباشر كما في المرسوم التشريعي الحالي، هنا يوجد تعويض مباشر سكن في نفس المنطقة. نحن كما استفدت قلت لك بالبداية نحن أول شغلة باشرنا فيها كلفنا إحدى الجهات العامة تدرس لنا أبنية المنزلين بالهدم، باشرنا بالدراسات تبع مجرد ما تكون الدراسات نتعاقد عليهم مع الشركات العامة أو الشركات القادرة تنجز بالسرعة وبالوقت المحدد، لأنه بدنا وقت محدد، إذا تأخرنا نعتبره هذا فشل لأنه بمشروع لأنه بيحملنا أعباء إضافية، ما بدنا ندفع بدائل، بدنا نسكن الناس لأنه كل شيء بدائل عم تدفع نفقة إضافية تسجل
ليست لصالح الإدارة، فالتوجه هو لتأمين السكن، وأول خطوات عقدنا مع الجهات العاملة تجسنا موضوع السكن البديل. نعم. حاليا دراسات قطعت مرحلة كثير ممتازة، مجرد ما تكون جاهزة نتعاقد على التنفيذ فورا. جيد. فأول أولويات هذه المرحلة، بالإضافة لتنفيذ البنى التحتية، حننفذ البنى التحتية والمرافق والشوارع والحدائق حتى قبل ما تطلع الأبنية، لأول مرة بدمشق رح يكون هذا الشيء يصير. نعم. يعني نتمنى فعلا أنه أن يتحقق هذا الأمر وسنتحدث عن المدة الزمنية يعني التي نعد فيها المشاهد السوري أنه بالفترة التي ستتحقق، ولكن يعني سؤال ربما يعني يغيب عن ذهن البعض، ما الفرق بين يعني السكن العشوائي والسكن المخالف؟ ما الفرق بين هذين التعبيرين وايضا المنظر بالهدم؟ يعني حبذا لو تفصل لنا الامور الثلاثه. اول شيء مناطق السكن العشوائي، مناطق سكن يعني نشات بمحيط مراكز المدن غالبا، وبشكل خاص بدمشق عندنا 36 منطقه مخالفات وليس منطقه او اثنتين او اربعه او خمسه. نعم. هذه انشئت دون وجود مصورات تنظيميه مسبقه لها. كل المواطن يقطع ارضه مثل ما بده يوزعها مثل ما بده، يعني هي اراضي زراعيه، اراضي زراعيه بنيت عليها بدون اي مصوره تنظيمي، بدون اي تخطيط، بدون اي تامين بنى تحتيه اصلا، يعني كانوا يبنوا بعدين يزفتوا لهم الشارع. ولكن يسمى طابو زراعي هذا كله، يعني كانوا يسجلوا بكاتب العدل، لا يسجل الزراعي بالسجل العقاري. نحن حاليا معظم الناس ايش اعطيناهم فرصه بدايه مرسوم اللي شاري ورقه كاتب عدل، مو مثبت ملكيه، يجي يثبتها عنا امام قاضي لجان حل الخلافات، بيطلع نعم. قرار قضائي بتثبيت هذه الملكيه ويطلع له حصه بالمنطقه التنظيميه. نعم. سابقا ما كان في هذا الموضوع هذا. فبالنسبه لمناطق المخالفه العشوائيه هي مناطق احاطت بالمدينه، السكن المخالف ربما يكون في بناء نظامي يبنى على سطحه بعض السكن المخالف ملحق او جزء. نعم. فكل شيء يبنى بدون ترخيص هو مخالف بالنتيجه، لكن هذه المناطق بالكامل نشات بدون مخططه وبدون ترخيص وبدون شيء وبدون اي ضرائب، لا لنقابه مهندسين ولا للاداره ولا شيء. ولكن هذه الأراضي المخالفة هي أراضي للأشخاص نفسهم، يعني وليست أراضي للدولة أو ملكيات عامة غالبية أو ملكيات لأشخاص يعني تم البناء عليها وهي ليست لهم، غالبية أملاك خاصة، بعض محلات في أراضي أملاك عامة الناس تجاوزت عليها، لكن محدودة الأكثرية هي الأملاك الخاصة المبنى عليها. إذن هذه هي المخالفة. والمناطق العشوائية ما هي؟ هي بنيت بشكل عشوائي، من شان هيك نحن نسميها ما وبنيت على أراضي من؟ على أراضي خاصة، معظم أراضي زراعية. ايضا اراضي زراعية. نعم. يعني هي منطقه نحن المرسوم اعطانا نعم. فرصه لنعالج مناطق السكن العشوائي. نعم. سابقا كنا بدنا ننظم اي منطقه نحط مصورات تنظيميه، ما ناخذ اي اعتبار لوجود سكن مقيم فيها، نجي نعم. بدنا ننفذ نعطيه انذار بالهدم مستحق، ومرسوم في شروط كانت بده ياخذ سكن ما بحق، بنهدم له من الاطلاع روح دبر حالك. قد ايه مده الانذار بالهدم؟ يعني ماذا يعني منذر بالهدم وقد ايه مدته؟ بيعطوا من 15 الى شهر نحن بنعطيه بس. فقط يعني؟ اي طبعا. طيب بس انا مثلا اسمع بس اليوم ما بدنا نعطيه انذار بالهدم قبل ما نعمل له السكن، قبل نعطيه انذار لمده شهر ونطلع نهدم. نعم. ايضا يعني المناطق اللي تم بناء عليها بيوت عشوائيه وهي مناطق تابعه ملكيه للدوله، تعامل نفس المعامله التي تعامل فيها البيوت التي لها مالكين؟ ما بشكل بدنا نميز بين موضوع الملكيه وموضوع الاشغال. نحن الملكيه لكل مالك في هذه المنطقه، سواء بنى عليه ملكيته سكن او ما بنى سكن او ابقى ارض زراعيه، سيحصل على حصه في المنطقه التنظيميه عباره عن اسهم بالتنظيم. نعم. له حصه فيها. نرجع نحن للشاغلين، في ناس بانين بيوت موسى مسكونه، هذا يعني غالبا اذا ما له حاجه بيتش بنعطيه سكن. نعم. بياخذ مقابل ملكيته. الشاغل حتى لو كان مستاجر، نحن بدنا نحل مشكله الشاغلين وليس مشكله انه مين كان عم باني بيت وما له حاجه، بيت باني كله برقم صغير ضمن كلفه محدده بدون اي رسوم، اي بيت راح يطلع في هذه المنطقه باسعار يعني تفوق عشرات الاضعاف وكلفه كبيره على الاداره، اذا بدنا كل الناس اللي حتى البيوت فاضيه نعطيهم بيوت قطع المنطقه ما بتسوي، معناها اهل المنطقه المالكين اساسا ما حيزدوا لنا مقاسم. نعم. فنحن قلنا الشاغلين الموجودين فعلا شاغلين بيوتهم راح ياخذوا بيوت. نعم. بياخذوا بيوت بسعر الكلفه، بياخذوها بسعر التكلفه، بسعر التكلفه. يعني احنا ما بنحسب كانت التكلفه اكبر من سعر بيتهم اللي تم تقييمه، يعني الكلفه يعني انا اليوم بدنا نبني بيت، نحن اليوم مصرين ننفذهم بيوت بمواصفات المنطقه وليس بمواصفات مناطق المخالفات. نعم. اليوم بدنا نعمر بيت مساحته 100 متر لعائله، بدنا نعمل له مواصفات ما يرجع بعدين يقول انا بدي ارجع خربه وساوي من جديد، مصرين نقدم مواصفات جديده حتى لو تحمل كلفه اضافيه احسن ما هو يرجع مره ثانيه. ممكن يتحمل المواطن كلفه اضافيه؟ يعني كلفه نحن الكلفه الحقيقيه نحن بنحسب له الارض صفر، نحن كلفه البناء بدمشق شو؟ نعم. ليس كلفه مواد، كلفه حق قيمه الارض، يعني متر. نعم. البناء باي منطقه، خلينا نحكي مثلا اليوم بتنظيم كرتون وليكن 150 او 200 الف ليره، كلفه البناء بدمشق
كفرسوسي او بالتجاره او بحمص او كلفه متقاربه ما تتجاوز 10,000 ليره على المتر. نعم. بس الكلفه القيمه الحقيقيه شو هي؟ قيمه الارض. الارض. فالفرق الكبير هو قيمه الارض، نحن ما بناخذ منه قيمه الارض، صفر. فقط كلفه البناء حق المواد. نعم. وضحت الفكره. على اي حال سنتوقف استاذ جمال مع فاصل قصير ثم نعود لمتابعه هذه الحلقه. مشاهدينا الاكارم بعد الفاصل سنعود، ابقوا معنا. الفجر كحل ناظريه بناظريك، والنور ألقى ما لديه لما لديك، والنصر أول ما ابتدأت حسنه، أما الشهادة فهي ثاني حسنييك. يا الشام ذات الحسنيين، يا أم عز المشرقين وأم عز المغربين، يا كعبة الأمجاد، يا ركن العلا، يا وجه حق لم يغب كما السيف. خيف الشام لم يغب يقل حديد من عاد، وما قل يذلهم بما ظلموا، وما ذل ويعلو نصره الأفلاك، لا يعلى قوام تلك الحسنيين، حسام مجدك يا الشآم. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الاكارم ايضا من جديد. اسمحوا لي ان ارحب بضيفنا في هذه الحلقه المهندس الاستاذ جمال يوسف، وحضرتك مدير تنفيذ مشروع تنفيذ المناطق التنظيميه الجديده بدمشق. مرحبا بك مجددا. ايضا يعني هناك سؤال يطرح نفسه قبل ان نكمل ضمن هذا الاطار، هناك مناطق ايضا فيها سكن عشوائي لم يتم الى الان بدء تنفيذ مشروعكم فيها، يعني أنتم بدأتم كما قلت الآن بكفر سوسي وبساتين الرازي واوا، منطقتين تقريبا يعني على مساحات ليست بقليلة الحقيقة، ولكن هناك مناطق أيضا يعني تعود ربما الأراضي فيها الملكية الأراضي فيها للدولة كمنطقة 86 وعش الورور وغيرها من عدة مناطق موجودة في محافظة دمشق أو ربما الريف الملاصق لمحافظة دمشق. كيف أيضا يتم التعامل مع هذه المناطق التي تعود ملكيتها هي مشاع للدولة بالنتيجة؟ هل تعامل بنفس الطريقة التي تعامل فيها المناطق المتواجدة بمناطق قريبة جدا من مناطق تنظيمية يعني متعارف عليها في دمشق وأسعار الأرض فيها بالأساس غالية؟ سيدتي بالنسبة لنا بدمشق نحن مناطق المخالفات بشكل عام ماشيين بخطة لدراسة كافة مناطق المخالفات. طبعا الدراسات منتهيه التي اعلنت، حاليا في عندنا دراسات لمناطق ثانيه منتهيه، مجرد ما نمشي بهذا المشروع ممكن نعلنها ونباشر فيها. ستدرس كافه مناطق المخالفات بدمشق ضمن برنامج زمني محدد لمعالجه حسب القاعده القانونيه اللي اعطانا اياها المرسوم 66، مرسوم تشريع 65. نعم. بيعالج كل مناطق المخالفات، ربما بعض مناطق المخالفات اللي هي ملكياتها مو للناس، يعني ربما ينضاف او يتعدل، لانه هذا المرسوم صدر خاص بدمشق هو كتجربه، وكثير محافظات لما شافوا طلبوا انه يستفادوا من هالمرسوم يطبقوا له. وحاليا هذا في دراسه لتعميم كثير افكار من هذا المرسوم في ظل قانون تنظيم عمران بدون جديد يغطي كل سوريا. نحن بدنا كما قلت لك كل مناطق حاليا ضمن برنامج زمني اهم شيء بتنفيذها تسلسلا، لانه قطعا غير قادر انه كل مناطق فيها مره واحده، عمل كبير يحتاج جهود كبيره، لكن دراسات انجزنا منطقه، هل انجزنا دراسه منطقه ثانيه، مجرد ما تنهي اعمال هذه اللجان في هذه المنطقه يمكن اعلان منطقه ثانيه مباشره فيها تباعا لتشمل كافه مناطق المخالفات بدمشق. طبعا هذا من خلال رؤيه جديده في محافظه دمشق، مصور عام اكد على كثير نواحي معالجه مناطق المخالفات الجامعه بالكامل. موضوع دمشق والاشكاليه الكبيره اللي صارت فيها، موضوع المساحات الخضراء اللي اكلناها من الغوطه واخذناها من الغوطه، اليوم نحن توجه المصور عام الجديد لان نعزز المساحات الخضراء وليس نحافظ عليها. قبل كنا نحافظ عليها حاجه ناخذ منها، اليوم لا بدنا نعززها. نحن بهذه المناطق التنظيميه لاول مره بيظهر مصور تنظيمي عندنا
نسبة خضار. مساحة خضار بحدود 35%. إذا البناء سيكون شاقولي أكثر ما أنه طبعاً عوضنا من خلال التكثيف الشاقولي، عوضنا المساحات اللي اقتطعناها حتى يستفادوا الناس. ونحن يوم نقدم سكن في هذه المواصفات، في هذه الحدائق، في هذا هو سوية السكن مع مرتفعة حتى لو كان شاقولي، طبعاً فيها هذه المساحات كبيرة التي تحقق البيئة الصحية، الناحية البيئية، الناحية الصحية، ناحية كل ما يحقق من موضوع المساحات الخضراء وحاجتنا الملحة لإلها صارت في دمشق. تعزيز هذه المساحات وليس الحفاظ عليها، بدنا نعززها ونزيدها يعني. إذا يعني سيتم التعامل مع هذه المناطق بنفس الطريقة التي تم التعامل فيها مع المناطق المرسوم سمح بذلك، تطبيق الأحكام هذه المرسوم على كافة. ما هي الثغرات الموجودة في المرسوم 66؟ لا نستطيع أن نقول هناك ثغرات. أنا برأيي المرسوم 66 هو نقل نوعي وكبير جدا جدا، يعني برجع نأكد دائما أولا موضوع العدالة التي أعطاها للمواطن. النقطة الثانية وهي نقطة مهمة هي آلية التنفيذ. سابقا كل مصورات التنظيم تطلع ضمن قانون 9 أو القانون 9 تحتاج إلى فترات زمنية طويلة تنفيذها، ما في آلية محددة، ما في برنامج زمني. هنا المرسوم حدد مهل محددة، لم يعد أمامنا مجال لإضاعة الوقت، وأوجد الآلية سمح لنا حتى موضوع أكيد لحد طرح تساؤل يمكن يكون عن موضوع التمويل. رقم كبير أوجد الآلية. آلية كيف هي آلية التمويل؟ آلية التمويل سمح لأول مرة من ما يتوفر لدى الإدارة، سمح بالاقتراض، سمح بالمشاركة، سمح بكل شيء ممكن يحقق الغاية التنظيمية. من اليوم يقدم لكم يعني قروض من أجل التمويل؟ بالمراحل الأولى بالنسبة لنا نحن كمحافظة انتم مكتفون حاليا، رصد مبلغ لننهي انجاز دراسات اللي هي دراسات البنى التحتيه، دراسات الابنيه المنزليه، هدم رصد مبالغ ومغطى الموضوع، ما في اي اشكاليه. اجتمعنا مع كثير نحن من المصارف الموجوده العامله في القطر، سواء مصارف خاصه او مصارف العامه، كلهم استفسروا كثير نقاط انه قدموا له بارقام كبيره. شو الضمانات؟ طبعا اعطيناهم شويه ضمانات من خلال العقارات موجوده، تعطي ضمانات في يعني اكبر ضمان لاي بنك اليوم هو العقار، فالعقار موجود. فكان في توجه، في رؤيه كثير ايجابيه من الجميع للتعاون وتقديم هذا الموضوع. في حتى بعض الناس عندهم يعني نقابه مهندسين بدمشق عندها راس مال خزينه التقاعد حاطه بالبنوك. طب تعالوا نحن ممكن ندخل كشركاء معكم. يعني في كثير اشياء ايجابيه اوجدت في ظل هذا المرسوم، صارت متاحه، سابقا لم تكن متاحه. وهذا ايضا يخلق فرص عمل بنتيجه كبيره هنا لا اكيد لازم اشير لهذه النقطه. هذا المشروع خلال فتره 5 سنوات مقدر اكثر من 400 ألف فرصة عمل، 450 ألف فرصة عمل. هذه فرصة عمل اثناء تنفيذ المشروع، يوجد بنهايه المشروع بحدود 150 ألف فرصة عمل ثابته في هذه القطاع الصغير. فهذا رقم كبير، هذا يحل مشكله بطاله، يحل مشكله اقتصاديه للمواطن اللي ما عم بيلاقي فرصة عمل. فكمان هي قضيه كثير مهمه أعطانا يميز هذا المسؤول. أيضا يعني من أجل التأكيد ليس أكثر، ما بعد موضوع تأمين السكن البديل يعني للناس التي ستخرج، لأنه قيل لهم أنه خلال 3 سنوات سيكون هناك سكن بديل للمواطن الذي يخرج من منطقته، وهناك قلق من قبل هذا المواطن ويخشى من تلك المغامرات في رزقه. ماذا تقولون له ليطمئن على هذا الأمر؟ أنا من اللي خلي المواطن يطمئن، لأنه نحن توجهنا لك أول ما بشرنا بالأول شغلة بحثنا في موضوع السكن البديل، تعاقدنا على دراسات، واليوم نحن عم نبحث. يعني كل انسان مطلع بالعمل بالبناء، صار في ابنيه ممكن تنجز وتبنى خلال فترات محدده، بناء 20 طابع بنبنى خلال 6 شهور، ما عاد ياخذ معنا 6 سنين اللي كان سابقا. فنحن ضمن الفتره الزمنيه ملزمين ننفذ المساكن المنزليه هدم، ولن نخلي شخص قبل ان تامين السكن البديل له الا في حالات محدده اذا اضطررنا، وانا العمل ان لا نضطر لهذه الحاله. نعم، يعني فقط أيضا من أجل أن يعني نوضح المعلومات أكثر، قيل يعني كما روجت وسائل الإعلام بأنه والصحف أيضا الرسمية وغير الرسمية في سوريا على أنه هذا المشروع تكلفته 450 مليار ليرة سورية، وبأن المحافظة خصصت حاليا مبلغ 500 مليون ليرة للبدء بتنفيذ البنية التحتية. يعني ما مدى مصداقية هذا الموضوع؟ طبعا كما قصدنا بالبداية 500 مليون لننجز أعمال الدراسة، ننجز أعمال انطلاق المرحلة الأولى. حاليا نحن عم نحط دفتر شروط فني للأبنية المنزرين بالهدم اللي هي هاجس المواطن اللي ما تفضلتي. نحن عم نحط شروط فني، أهم شيء موضوع الناحية الاقتصادية بدنا نراعيها، الناحية الثانية موضوع المدة الزمنية. لن نشيد أبنية بالأسلوب التقليدي الذي يتبع حاليا. نبحث عن شركات سواء محلية أو شركات من يتقدم لنا بالعرض المناسب وتنفيذ سريع هو من سيقوم بتنفيذ هذا المشروع. نعم، نحن كلياتنا عم نشوف حاليا، نسمع بالصين او بدول ثانيه بيبنوا مساكن ابنيه 30 طابق بيبنوا خلال 6 شهور.
طيب ايضا سؤال يطرح نفسه، يعني ما الفائده التي ستعود عليكم انتم كمحافظه دمشق في حال يعني قمتم بكل هذه الاعمال وقمتم بهذه المشاريع، بما انه المواطن لن يدفع سوى التكلفه بالنتيجه، اذا ما الفائده التي تعود يعني على مثل هكذا مشروع؟ اولا بالموضوع تنظيم وتخطيط العمل، وهل سيكون هناك خسائر ومن سيتحملها؟ يعني اولا سيدتي، موضوع تنظيم وتخطيط العمل هو موضوع تنموي اقتصادي وليس فقط عمراني، يعني له جانب تنموي اقتصادي. الاداره او المحافظه هي الجهه المعنيه في هذا الموضوع. لن نقول انه خسائر او ارباح، ليس هذا الموضوع المهم. المهم ما يحل اشكاليات في المدينه. نحن اليوم عندنا حجم الانفاق على مناطق مخالفات انفاق كبير، وهو غير مجدي، هو تقديم على وضع الراهن، وكلنا متفقين انه ما له واقع مقبول هذا. وحتى ساهم الى حد كبير يعني بعض هذه المناطق بالتأجيج بالازمه السوريه في المناطق العشوائيه. المناطق يعني في 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 يعني اللي قاعد بالبيوت كلها وضع ما له صحي، يعني حتى صحيا ما لا تحقق حد ادنى من شروطها في بعض المنازل. كلياتنا بنعرف اليوم كله نحن له من واقع غير منظم، غير مقبول صحيا، غير مقبول بيئيا، غير مقبول انسانيا، الى واقع منظم انساني متكامل. خسائر لن تكون هي خسائر، المحافظه بالاساس لها مقاسم في هذه المنطقه بتغطي نفقات هذه. ما هي ضماناتكم انه المواطن سيدفع ما سيترتب عليه من التكلفه في حال انه كانت التكلفه اكبر من ما هو موجود على ارض الواقع؟ كافه ابنيه المنزلين بهدم تباع بسعر الكلفه للمستحقين. وبتقسيط مريح لمده 25 سنه. طب بلكي ما نقدران المواطن حتى يدفع هيدا التقسيط. نحن يعني جزء فصول من الموجود نعتبره له دفع، اذا ما بده يدفع بيكون غطى جزء كبير من كلفه. فهي بتريحه، بدل ما يقبض مصاري يصرفون بيروح بيحطهم سلفه بياخذ بيستلم، بدفع 10% بيستلم نحن. بس يامن اول 10% بيستلم منزل ليسكنه، منزل بعلى المواصفات، ليس منزل مواصفات مناطق المخالفة. ولكن صدقا يعني ليست هي اذا ليست هي ربحيه على الاطلاق، هي فقط يعني خدميه للمواطن ليس اكثر. قطعا هي الربحيه لا تاتي بشكل مباشر، من خلال عندنا بالمنطقه ابنيه استثماريه كبيره. عندنا ابنيه مكاتب، ابنيه شركات، اوتيلات، مدارس. هذه الابنيه تعود بالنفع العام من خلال تشغيل يد العامله، من خلال ضرائب، من خلال يعني رسوم. كما حدث بتجمع مشروع دمر مثلا، يعني بتجمع دمر ما في استثمارات كبيره، هون في عندنا استثمارات اكبر. عندنا محاور رئيسيه، محاور استثماريه، ابنيه عاليه برجيه، طب مواصفات كثير متطوره عما نرى حاليا بدمشق. يعني في الحقيقة الكلام يفائل، ولكن يعني التنفيذ على أرض الواقع هنا الصعوبة، خصوصا في ظل ما نعيشه اليوم في الداخل السوري. يعني أعتقد أنه إن تم هذا الإنجاز، يعني ما هي المدة المتوقعة؟ قيل أنه 5 سنوات هي المهلة المتوقعة لإنجاز مثل هكذا مشروع. يعني إلى أي حد هناك مصداقية في أن تكون فعلا المدة كما هي محددة؟ لأنه معروف تحديدا في السكن والعمار، يعني الجمعيات الخاصة لا تلتزم بالمدد المهل المحددة لها، فما بالك يعني مشروع تنظيمي ضخم وكبير بهذا الحجم؟ ما الضمانات على أن يعني تلتزم المحافظة بهذا ضمن هذا الإطار للمواطن حتى يطمئن؟ يعني لا يكفي أن نقول له سننجز خلال 5 سنوات، ما الذي عليه أن يرى بالمراحل 1 2 3 حتى يستطيع أن يقول أنه فعلا تنجز المحافظة هذا المشروع التنظيمي؟ أولا بقراءة أولية لأي شخص حتى لو كان مانو اختصاصي لنص هذا المرسوم التشريعي يجد الضمانة. المرسوم حدد الآلية، أوجد حلول لكل المشاكل ما ممكن تعترضنا. كان كثير مشاكل قانونية، مشاكل مالية، كلها أوجدنا حلول هذا المرسوم التشريعي. فطالما أوجد الحلول فإذا ما عاد في مبرر للتأخير. اليوم نحن بس بدي أوضح نقطة هون، في جزء يتقى تنفيذه على عاتق الإدارة اللي هو أبنية المرافق، البنية التحتية، أبنية منزلين، لكن أبنية خاصة أصحاب العلاقة هن بنوها، هن ملزمين ضمن المدة. نحن نتمنى هن يلتزموا أحسن ما، يعني لو زمان التزموا بده يحطون ضرائب. نحن بدنا ينفذوا ضمن المدة حتى تطلع منطقة متكاملة. والا بدهم يتكلفوا بضرائب كبيره، وهذا الشيء نحن مو هذا الغايه انه تنفذ المنطقه ضمن الوقت المحدد. المرسوم حدد اليه، حدد اليه تماما، بيتاخر عن التنفيذ كمواطن كمان عليه مسؤوليه. لانه مقاسم خاصه مو نحن رح ننفذهم اياها كاداره، بده ينفذها المواطن بطريقته الخاصه. وهذه المقاسم باعتبار ابنيه وبرجيه لن تنفذ بالطريقه التقليديه. سنجد اليات جديده مثل ما بنشوف كل دول العالم باسلوب جديد للبناء، ربما منشات معدنيه، ربما المواطن بيقدر يلاقي الحلول لنفذ ضمن الوقت المحدد ان شاء الله. يعني هذا ما نأمله بكل الاحوال. يعني ولكن يعني ماذا سنرى مثلا على المنظور القريب في بعض المناطق التي بداتم الان بها؟ المرحله القادمه التي تعملون عليها الان ما هي؟ مجرد اعمال انتهاء اعمال لجان حل الخلافات،
متى ستنتهي مثلا؟ هل هناك مهل زمنية محددة لانتهاء أعمال الهشام؟ يعني متوقع خلال شهرين أو 3 شهور يعني تظهر نتائج هذه الأعمال، تعلن جداول الأسهم. نعم. بالنسبة لمجرد معلن جداول الأسهم نقدر بقى نحن نباشر على أرض الواقع التنفيذ. بيكون يعني خلال 2013 البنية التحتية بتطمنك يعني إنه الدراسة شبه منتهية، حاليا عم تبدأ في المراحل المتقدمة. نهاية 2013 هل نرى إنه فعلا بدأ البناء على الأرض؟ إن شاء الله سيكون قبل ذلك إن شاء الله. ان شاء الله. ايضا يعني ماذا عن احداث ما يسمى صندوق لتمويل المشاريع في كل منطقه تنظيميه؟ المرسوم حتى يتغطى من ضمن الاشكاليات اللي حل لنا اياها المرسوم التشريع رقم 66، انه سابقا اي منطقه تنظيميه حسب ما يكون في كتله نقديه او كتله ماليه في الاداره تقدر تنفذ هذه المنطقه التنظيميه او تنفذها، لكن في هذه المنطقه المرسوم احدث لكل منطقه تنظيميه صندوق خاص، تمويل خاص. نعم. وصدرت قرارات احداث هذه الصناديق، صدر قرارات من السيد وزير الإدارة المحلية إحداث صندوق التنظيم الأولى وإحداث صندوق منطقة التنظيم الثانية. هذه الصناديق هي ستدير عملية الإنفاق في هذه المنطقة التنظيمية. نعم. أيضا يعني السؤال يطرح نفسه، هل المحافظة ملتزمة بشكل كامل بإعلان جداول الملكيات الإسمية في الوقت المحدد؟ لا، هذا ما نعمل عليه حاليا، ونحن يعني نسابق الزمن حتى نصل إلى أهم نقطة نوصل للمواطن حقه، بس وصلنا للمواطن حقه فينا ننطلق بالعمل على أرض الواقع. لن نزيل أي إشغال عن أرض الواقع قبل ما نثبت حقه للمواطن، بس أعلن جداول، المواطنين شافوا وعرف كل واحد شو حقه، فينا ننطلق بالعمل، فينا إذا بدنا نفتح شوارع فينا نفتح شوارع، إذا بدنا نبني أي شيء بالبنية التحتية فينا ننفذه. لحن باشر إحنا مشان نطمن الناس، في عندك جزء كبير من الأراضي شاغرة ما في عليها لا إشغال شيء، لحن باشر أبنية الميزانية في هذه الأرض الشاغرة حتى ما نهدم لحدا بيته قبل ما نأمن له بيت السكن البديل. نعم. يعني بالحقيقة قبل ما نختم بحب إنه من حضرتك تعطي يعني تطمين أخير للمواطن الذي لديه شقق سكنية هناك في تلك المناطق عفوا، يعني أو بالأحرى ماذا تنصح الناس اليوم الذين إلى الآن لم يكن لديهم ثقة فعلية في ما تقوم به المحافظة فيما يتعلق بالمخالفات وتنظيمها؟ اولا بقول اي مواطن معني في منطقتنا التنظيمية وليكن واثق ومطمئن تماما، المرسوم التشريعي كفل له حقه بالكامل، لن يكون هناك مواطن خارج هذه المنطقة. سابقا كنا نهدم المواطن ناخذ نسكنه سيئا نسكنه بمناطق ثانية، حاليا ملزمين بتأمين السكن في هذه المنطقة. رح نباشر بالسكن المنزلي المهدم ضمن الأراضي الشاغرة حتى نأمنهم قبل ما نطلعهم من بيوتهم. المنطقة هذه ضمانات أي مواطن له أي تساؤل أي استيضاح بيقدر يراجعنا ويشوف آلية التعامل، يشوف حتى القضاة كيف عم يستقبل المواطن. وين بيقدر يراجعكم؟ مقر يعني إدارة المنطقة التنظيمية بالمزة مبنى المؤسسة السكان سابقا. نعم، وليس يعني بمحافظة دمشق. لا، إدارة منطقة تنظيم أخذت بناء مستقل وقريب على المنطقة التنظيمية حتى ما يتعذب المواطن عنها ينزع على مركز المدينة. نعم. يجي في ناس مخصصين للإجابة على تساؤلات أي موجودين نحن على يعني الدوام الرسمي دوام كامل وكافة التساؤلات، وحتى القضاة موجودين أي استفسار بيقدر يطمن من القضاة ويأخذ إجابات كاملة. كلمة أخيرة بتحب تقولها بختم هذه الحلقة؟ بأكد على أنه لكافة أخوان المواطنين تفائلوا خيراً، هذا المشروع مشروع استثنائي ولحيلة، وفعلاً بدمشق شيء جديد لم يكن أحد يراه مسبقا، عدالة لم يكن موجودة سابقاً بهذا الشكل، الآلية التنفيذ جديدة سيرونها، وكل الناس سيكونوا إحنا بلشنا نشعر بسعادة مواطن خلال تعاملنا معه، وإن شاء الله بفترة قريبة بشوف على أرض الواقع شيء بيعطيه سعادة أكبر بيعطيه اطمئنان أكثر. على أي حال مشكور جدا المهندس الأستاذ جمال يوسف وحضرتك مدير تنفيذ مشروع تنفيذ المناطق التنظيمية الجديدة بدمشق. شكرا جزيلا لكم. أهلا بك. ختام هذه الحلقة مشاهدينا الأكارم من صوت وصدى، شكرا لكرم المتابعة، بأمان الله. شكرا.